بعد الكم الهائل من المرات اللي جربت فيها عنك الكوكيز وصلت لأسهل وصفة والطعم نفس الكوفيهات العالمية. خليني أعلمك هي. وبالبدائل الطبيعية أجمل الناس تدخل الزين بجسمها. ياخذ العدل، والله أصلاً حبة واحدة ما تكفيكم. شوفوا من جوبة، بوريكم من ورا كيف اللون. هذا اللون الصح للكوكيز. أهلاً، اليوم هعلمكم الألذ طريقة كوكيز ممكن تجربوها. ما يحتاج أقول لكم إن الكوكيز من حلويات المفضلة ومن المنتجات الأساسية عندي بمتجري. ما في أحد ما يحب الكوكيز، مستحيل. كبار صغار، من الأشياء اللي من جد تخلي الكوكيز لذيذ الزبدة المحمصة أو الزبدة البنية. عندي هنا زبدة تقريبا 90 جرام. طيب يا جميلين عالمي، دائما حاولوا القدرة اللي تحمصوا فيه الزبدة يكون لونه فاتح عشان نشوف النهاج جزيئات الحليب لما يتغير لونها. ولا تسيبوا الزبدة، خليكم واقفين عليها، لأنه في ثواني ممكن تتحول من زبدة بنية لزبدة محروقة. مكوناته قليلة بس حنعتمد فيه على الكواليتي عشان يطلع نفس الكوكيز حق المطاعم. خلوا الأطراف اللي هنا بس أباكم تشوفوا من تحت، شايفين كيف اللون تغير لما كده؟ حاولوا توخروا الرغوة اللي هنا عشان تشوفوا لونها كيف صار من تحت. ولازم تكون جنبكم زبدية عشان على طول تحطوا فيها الزبدة. ليش؟ عشان لو فضلت في نفس القدر، القدر لسه حار فحتغمق معانا زيادة. شايفين كيف اللون صار بني؟ هذا اللون اللي احنا نبغاه. طب شوفوا هنا الزبدة عندي بعد ما بردت، تمام؟ أول حاجة حضيف عليها السكر. عندي هنا 80 جرام سكر، طبعا سكر قصب عضوي. نكون قبلها تأكدنا أنه جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. حضيف الحليب تقريبا 7 جرام. بعد ما خفقته مرة كويس حخليه على جنب. حوريكم تكنيك مرة رهيب نتخلص فيه من زفر البيض. شايفين هذا الخيط اللي هنا؟ ما أعرف إذا واضح لكم أو لا، بس دائما يكون فيه خيط كذا أبيض. طيب قبل ما أكمل معاكم وصفة الكوكيز، إذا كنت شخص أول مرة يطلع لك حسابي، معاك وجدان العبادي مهتمة بأسلوب الحياة الصحي وتركيزي الأكبر فيه على تغيير المفهوم المشوه عن الأكل الصحي. حتلاحظ بأني أحول جميع الأطباق المعروفة في جميع المطابخ إلى أطباق صحية بالبدائل الطبيعية، بالإضافة إلى بعض الوصفات اللذيذة والجديدة والمبتكرة. أيضاً أشارككم أسلوب حياتي الواعي اللي وصلني لهدفي من أكثر طريق. كمان خليني أقول لك إن أنا المؤسس البرنامج سأغير حياتي لتعليم الطبخ الصحي وأساعدك فيه توصل لهدفك بتوازن، لأن كل تغيير يبدأ من الأكل. البرنامج فيه العديد من الوصفات اللي حتساعدك توصل لهدفك، وجميعها بالبدائل الطبيعية والمتنوعة حسب قابلية جسمك لها. شاركتك فيه أسراري اللي حتساعدك تتخطى المشكلة اللي أنت فيها الآن بأكثر طريقة. مو بس كذا، خليني أفرحك إني حكون معاك لمدة شهر كامل استشارة شخصية، حرد على كل أسئلتك، حساعدك تتعرف على المطبخ أكثر وكيف تتعامل معاه بمرونة، وحتلاحظ كيف إنك استثمرت بوقتك وصحتك حتى علاقاتك. حتكون عندك قائمة دائما جاهزة بتحضير الوجبات الأسبوعية والشهرية وأكثر، ودائما حتكون وجباتك جاهزة من وقت اشتراكك، والبرنامج حيكون معاك مدى الحياة. حكتب لكم التفاصيل آخر الفيديو، لازم تشوفوها. أتمنى بأنك تتخذ قرار اتجاه نفسك وتكتفي من الألم وتسمح لي أساعدك مثل ما ساعدت غيرك، مهما كانت مشكلتك. سمنة، مشاكل بالهضم، مشاكل بالبشرة، كلها علاجها يبدأ من الأكل. وفي حال ما اشتركت بالبرنامج، أتمنى بأنك تشترك في الحساب. أقسم بالله حسابي كنز وغني بالوصفات الصحية اللذيذة، وكثير استفادوا منه وغيرت مفهومهم عن الأكل الصحي. المهم أنك تخطي خطوة. نرجع لوصفتنا. معليش على المنظر، مو أظرف شيء، مرة حوسة. حجيب هذا الصفاية وحصف البيضة. طبعاً إحنا بهذه الطريقة نتخلص من الجزء اللي فيه زفر البيض. دحين تشوفوا إيش اللي حيفضل معايا في الصفاية، وهذا الجزء هو اللي فيه زفر البيض حنرميه. بعد ما نضيف البيض على طول نضيف ملعقة صغيرة فانيليا. طبعاً أي خليط عندنا، كوكيز أو كيك أو أي حلى، في نوعين خليط سائل وجاف، لازم نخلط المواد السائلة مع بعض والمواد الجافة مع بعض، ونضيف بعد كذا الجافة على السائلة. مهم أدمج المكونات الجافة مع بعض مرة كويس.
أنا هنا تقريباً أضفت 30 جرام شوكولاتة. ما أحب إنها تكون مرة كثير في الكوكيز، بس ممكن تزودوا في حال تحبوها مرة تكون واضحة. خلاص نستغني عن الويسك. الكوكيز عشان يكون معانا ناجح ما ينخبز في نفس الوقت، بليز لازم تطولوا بالكم عليه. الثلاجة يكون على الأقل 4 ساعات أو 3 ساعات. إذا مرة مستعجلين عليه ممكن يدخلوا الفريزر حقت ساعة، بس أنا أفضل الكوكيز دائما يرتاح في الثلاجة. عندي هنا تيبسي أضفت عليه ورق زبدة عشان صعب إن أنا أدخل صينية الكوكيز في الثلاجة أو الفريزر. تقريبا الكمية اللي عندي حتجيب لي 6 قطع. فحاخد قطعة يعني حاخد كل حبة لحال، يعني حاول أكورها كده باين شوية على الوجه عشان تعطي شكل حلو. وارجع أقول لكم ممكن تستخدموا الميزان توزنوا كل واحدة لحالها، أنا ما عندي مشكلة. طب دحين إيش حسوي؟ حرش عليها ملح، حرش عليها شوية لوز مجروش كده، برفع فيها القيمة الغذائية فهحط عليها شوية لوز وفي نفس الوقت تعطيني شكل حلو. أنا عندي ملح الهملايا، أرش عليه بس الرشة، أحط كده نكهة الملح مع حلاوة الكوكيز، يكون يعني الميكس مرة رهيب ويعمق النكهة. يعني حاولت نغطيهم كذا شوية بالسلفون. فحتاكلوا 1000 كوكيز، والله حتدعوا لي وحتشكروني وحتعتمدوه، لأنه مرة ناجح ومرة بيرفكت ولا ألذ. بعد ما عدى عليه تقريبا 4 ساعات وهو بارد ندخله على طول في الفرن، يكون الفرن جاهز وشغال. مهم نخبز الكوكيز في صينية فاتحة عشان ما يتحرق معانا من تحت. عندي باقي الكمية حطيتها في حافظة، غطيتها بسلفان، هحفظها في الفريزر، هغطيها مرة كويس هحفظها في الفريزر. بعد ما نطلع الكوكيز نخليه يبرد برا الفرن، هيبدأ يتماسك مع البرودة، فانتبهوا. اوكي من جوا